بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وبعد. في البداية نترحم على أرواح شهداء ثورتنا، وندعو الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى والحرية للمعتقلين، وردا على المجازر التي تقوم بها ميليشيات النظام الأسدي في سوريا الحبيبة، ونظر لاتساع رقعة الثورة والمقاومة، ووفاء لأرواح الشهداء، فقد تم وبعون الله تعالى تشكيل مجلس الثور العسكري في المنطقة الشرقية بقيادة المقدم الدكتور المهندس محمد العقود، ومجموعة من الضباط الأحرار وصف الضباط والمجندين والثوار، والذي يضم في تشكيله كل من الألوية والكتائب التالية: لواء جعفر الطيار، لواء شهداء ملحمة الرصافة، لواء الأحواز، لواء معاذ الركاض، لواء رمضان شلاش، لواء 111، لواء ثوار الخابور، لواء أحرار الرقة، لواء سرايا الشام، الجيش الأموي، لواء أسود السنة، كتيبة الله أكبر، كتيبة بشائر النصر، كتيبة حراس العقيدة، كتيبة ابن القيم، كتيبة أسامة بن زيد، كتيبة أحرار هجين، كتيبة الزبير بن العوام، كتيبة عبد الله بن عمر، كتيبة الوليد، كتيبة لا غالب إلا الله، كتيبة الرمادي، كتيبة عز الدين القسام، كتيبة راية الله، كتيبة أحرار البكير، كتيبة عبد الرحمن بن عوف، وهناك كتائب أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، والله ولي التوفيق.